قال تعالى: إذ فرقنا بكم البحر. هذا الفرق كم كان؟ قال بعض المفسرين قولا وتقلده وانتصر له، ولكن لا أعلم له حجة على هذا. قال إنهم يعني الأسباط كانوا 12، وهم نسل يعقوب عليه السلام، كل ولد من أولاد يعقوب يوسف واحد وإخوته 11، ذريتهم هم الكبار هم الأسباط يوسف وإخوته، وبعد ذلك القبائل 12. قالوا: ولما ضرب موسى الحجر بعصاه فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. قالوا أيضا: انفلق البحر 12 طريقا طريقا، فكل صبت سلك ما أو كل صبت، كل هي القبائل في بني إسرائيل تسمى الأسباط، هي في العرب القبائل وفي بني إسرائيل تسمى الأسباط. فالحاصل من هذا أن البحر على رأي بعض المفسرين وانتصر دون حجة داعية إلى ذلك 12 طريقا، كل طريق تمر عليه قبيلة من قبائل بني إسرائيل، ولكن الظاهر من القرآن خلاف ذلك، أنه طريق واحد والكل سار عليه. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فهو طريق واحد على ما يبدو من ظواهر آيات الكتاب العزيز، وليس عندنا ما يدل على أنها 12 طريقا.